تعرفيش كان قصده يا؟ تنمت يا غالية. نوم الهنا. الله يحفظك. مدد يا رب. مدد يا رب. انت خلاص يا غالي ما بقاش ليك لازمة تاني. من الذكاء انك تعرف حجم اللي قدامك عشان تعرف تتعامل معاه. احنا اقوى من صابر اه. بس ده مش معناه ان هو ضعيف. أنا نفسي أفهم مالك دي عايزة أرضك ليه؟ فيها كنز مثلاً؟ فيها آثار؟ آثار إيه؟ الأرض دي ما تهمش مالك خالص. مالك اللي يهمها أنا وبس. ما تخلينيش أقلب عليك تاني يا صابر. ما تفهميش غلط بقى. مالك دي ما يجيش من وراه غير الأذى. الأرض دي بالنسبة لها وسيلة عشان تقربني ليه؟ ونقعد نتكلم وتسيطر عليا. وأنا مش هنولها اللي عايزاه. وأنا بقى متكلفة إن أنا أقنعك تبيع الأرض. أو على الأقل تدخل شريك معاها بالأرض. ولو ما اقتنعتش؟ ولا حاجة، هتسيبني الشركة وترفدني. وأنا المفروض أوافق عشان أنت ما تسيبيش الشركة وتترفدي، صح؟ لا يا صابر، أنا مش بقولك كده علشان توافق. يا رحال، أنا الأرض دي ما تهمنيش بشيء. أنا لو بعت الأرض دي هستفاد بأرض تاني، بأرض بور. لكن مالك متمسكة بالأرض بالطريقة دي؟ ده مخلينا نتمسك بالأرض أكتر منهم. فهمتيني؟ ما تخافيش، كل حاجة هتبان، بس الصبر.